مرحبا بكم أيها المزارعون الصغار، ومرحبا بكم في مغامرة المزرعة الرائعة. اليوم سوف نتعلم كل شيء عن العالم المذهل لحيوانات المزرعة. هل أنت مستعد للاستكشاف معنا؟ هيا بنا نبدأ الآن. من يستطيع أن يخبرني ما هي الحيوانات التي تعيش في المزرعة؟ هذا صحيح، إنه مكان خاص حيث نجد الأبقار والدجاج والأغنام وغير ذلك. الدجاج مشغول دائما بوضع البيض والذي نتمتع به لتناول الإفطار، كما أنها تساعد في إبعاد الحشرات عن المزرعة. هذا الصديق الرقيق هو خروف، تعطينا الأغنام الصوف الذي يستخدم لصنع ملابس دافئة ومريحة. تحتاج المزرعة إلى مكان آمن للعيش فيه مثل هذه الحظيرة، حيث يمكنهم العثور على المأوى والطعام. المزارعون يعتنون بهم كل يوم. واو، أليست المزرعة مكانا رائعا؟ نحصل على الكثير من الأشياء من هذه الحيوانات، وهي تساعد في إطعام الناس في جميع أنحاء العالم. لكنها ليست مجرد المزرعة للحيوانات فقط، كما أننا نزرع الكثير من الفواكه والخضروات اللذيذة مثل الجزر والبطاطس والطماطم. انظر، لدينا مزرعة حيث يمكننا اختيار طعام طازج وصحي لتناول الطعام. تحتاج المزرعة إلى الماء للشرب والبقاء بصحة جيدة. تأكد من منحهم مياه نظيفة وعذبة كل يوم. حسناً، هذه هي مغامرتنا المثيرة في المزرعة اليوم. نأمل أن تكونوا قد قضيتم وقتاً ممتعاً في التعرف على كل هذه الحيوانات المدهشة والدور المهم الذي تلعبه في حياتنا. إذا كنت قد استمتعت بهذا الفيديو، فلا تنسى الإعجاب بقناتنا ومشاركتها والاشتراك فيها، وتأكد من الانضمام إلينا في مغامرتنا القادمة بينما نستكشف المزيد من الموضوعات الممتعة والتعليمية. شكراً للمشاهدة، ونراكم في المزرعة في المرة القادمة.